الأول لتكنولوجيا المنتدى الأول لتكنولوجيا الحديثة للتجارة الإلكترونية وكذلك للصناعات الحديثة لكل ما صنع في المغرب تتنظم من طرف مؤسسات إبداع للتنمية والشباب يعني بمشاركة واحد مجموعة الشركاء. الهدف اللي عندنا اليوم هو تشجيع كل ما هو محلي، يعني المنتوج المحلي المغربي أنه اللي تتصنع محليا أننا يعني نستافدوا من أنه نصدروه، ولكن باش غنصدروه كاين واحد مجموعة ديال الإمكانيات اليوم تنتوفروا على الجانب الرقمي اللي هو اللي أصبح واحد العلامة فارقة في تاريخ ديال المغرب، ومسألة أخرى اللي تنتوفروا عليها هو أنه يعني الجانب ديال التكنولوجيا أنه تطور بشكل كبير وكبير جدا في المغرب. اليوم الرهان هو أنه مجموعة ديال الشباب اللي عندنا في المغرب أننا ندعمهم. هذا المنتدى تيجي في إطار هذا يعني في إطار هذا الجانب، هذا هو أننا نشجعوا الشباب ديالنا المغربي، نعرفوا بالمنتوجات ديالهم، نعرفوا بأنه عندنا واحد مجموعة ديال المقاولات الناشئة تتعمل في واحد مجموعة ديال المجالات، ماشي في المجال الصناعي بوحده ولكن حتى في الجانب الرقمي في الجانب ديال الخدمات. إذا هذا هو الهدف ديالنا اليوم. كاين عندنا واحد ثلاثة ديال الأيام اللي غادي تخلل واحد مجموعة ديال الورشات اللي غنهضروا فيها على أولا صنع في المغرب، غنهضروا على السيادة الرقمية لأنه كاين عندنا واحد الإشكال اللي فيه ديال واحد مجموعة ديال القرصنة، حنا محتاجين أنه تكون عندنا سيادة رقمية، أنه تكون عندنا منصات كما تنقولوا محلية مغربية، ما بغيناش أننا نلتجئ لواحد مجموعة ديال منصات أخرى. هذا هو الهدف ديالنا اليوم. إضافة إلى هذا هو أنه يجب يعني غتكون عندنا واحد فرصة باش أننا نفكروا كيفاش أننا نخفضوا من واحد المجموعة ديال الإجراءات الإدارية اللي تتعيق التنمية في البلاد، وكذلك أننا يعني نزيدوا نساهموا كيفاش أننا غنساهموا في الاقتصاد الوطني. ما نساوش واحد المسألة بأننا اليوم الإشكال اللي عندنا واللي هو كبير وكبير جدا هو أنه كاين عندنا قطاع غير مهيكل، قطاع غير مهيكل اليوم تيلو تقريبا 30% اللي تسرقها لنا او انه تحرمنا منها من النتيج الداخلي الخام، تحرمنا او كذلك من واحد 40 مليار درهم اللي تدخل للخزينه. اليوم تنظن بانه لمشينا تقننا الجانب الالكتروني، وبالمناسبه التجاره الالكترونيه اليوم ولات تخضع لواحد القانون في المغرب، قانون اللي هو تنهضروا عليه 43/20 اللي كانت تصدر في 31 ديسمبر من سنه 2020، وتنظن ان هذا هو اليوم الهدف، تقليص من حجم هذا القطاع الغير المهيكل. وبالتالي اليوم لا خدمنا انه هاد يعني رفعنا من الوتيره او المنسوب ديال الصناعه في المغرب، غنخلقوا واحد مجموعه ديال فرص الشغل. شكرا.